صفنا الرابع، اليوم عندنا الفصل الثالث الاحتمالات. فكرة الدرس أصف الحدث، عندي مؤكد، ممكن، مستحيل. المفردات الاحتمال، الحدث، مؤكد، ممكن، مستحيل. نشرح ما معنى الحدث. هو أحد نواتج ظاهرة أو تجربة معينة. الاحتمال هو إمكانية وقوع حدث معين. لنفرض ناخذ مثال علمي، انه احد العلماء قام بتجربه علميه، بعد الانتهاء من عمل التجربه لكي يصف الحدث يعطي حدث للتجربه مالته. احتمال التجربه تكون فاشله فنقول عليها مؤكد، او ناجحه او تكون بين النجاح وبين الفشل فنقول عليها ممكن. اذا تبوا علي طلاب، اذا المؤكد راح ياخذ نسبه 100%، والممكن ياخذ نسبه 50%، احتمال فشل واحتمال نجاح، والمستحيل ياخذ 0%. ناخذ مثال، يتنفس الانسان بواسطه الرئتين، شو تقولي لي على هذا؟ شو ناخذ؟ مؤكد. ناخذ مؤكد. ليش مؤكد حبيبي؟ ليش؟ لأن الإنسان يتنفس بواسطة الرئتين، فهذا حدث مؤكد 100%. تفضلي أنس. ناتج ضرب 3 في 12 يساوي 36، مؤكد. شو تثبت لي؟ تعال خلي أنس. لأن 3 في 12 نسويها عمودي. اثنين في 3 ستة. ستة. وواحد في 3 إذا الحدث شو نقول عليه أنس؟ مؤكد. إذا مؤكد. بتقول يأتي يوم الاثنين بعد يوم الثلاثاء. مستحيل. مستحيل طبعا. ليش؟ لأن ما يصير الاحتمال مالتش مستحيل. ليش؟ لأنه يوم الاثنين مستحيل يأتي بعد يوم الثلاثاء، فنقول عليه مستحيل. جوانب، ظهور عدد أكبر من 5 في النعم. 3 و4 و5 و6. زين، إذا رمينا النعم، ما هو احتمال ظهور عدد أكبر من 5؟ اللي زودوا الفردي. إيه؟ شو نقول؟ ممكن، مؤكد، مستحيل. مستحيل، أو نقول عليه ممكن، يعني ممكن ظهور عدد أكبر من 5 أو أقل من 5. نسوي تجربة. سلمان، ماريا، أيام، فوري نسوي تجربة. راح نسوي احتمال، عندكم 3 كرات سلة، عندكم اللون الأزرق، العفو الأخضر والأصفر والأحمر والأزرق. أيام، ما هو احتمال سحب كرة زرقاء من السلة الأولى؟ مستحيل. مستحيل. مؤكد، لأن كلها حمراء. كلها حمراء. مستحيل، لأن هو بها أصفر، يجي سمك إيده ويطلع لي أصفر، يجي سمك إيده ويطلع لي أخضر. إذا مستحيل. مستحيل. ليش؟ لعدم احتواها على كرة صفراء وخضراء. كرة حمراء هي تتكون من صفراء وخضراء. ما هو احتمالك سلمان؟ مؤكد. مؤكد. ما هو احتمالك؟ مستحيل. مستحيل. شكرا. أمير، سحب قلم احمر من هذه العلبة، ما هو احتمال سحب قلم احمر؟ عندك علبة تحتوي على اقلام. سحب قلم احمر ممكن. ممكن، يعني اغمض عيوني يطلع لي اسود ازرق اخضر. اذا السحب
ممكن. ممتاز. سجل ولون المكعبات ليكون احتمال سحب مكعب احمر مؤكد. اذا تاخذ قلم كم مكعب تلونه ليكون احتمال سحب المكعبات احمر؟ كم مكعب احتمال مؤكد؟ اريد يكون الاحتمال مالك مؤكد. اذا كم لون العفو كم مكعب؟